السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر الأخبار الإخوان، عاوتاني واحد الخبر اللي هو زوين ومفرح. ما تنساش جام وتبارطاجي مع الناس اللي عندهم نور العصا ديالهم، توصلوا بالكونترا ديالهم ولا كيتسناو ياخذوا الكونترا ديالهم، وباغيين يعرفوا إن شاء الله إمتى يطبعوا الفيزا. أنت فاش غادي تاخذ الموعد وكل شيء وعندك نور العصا ديالك، كتبقى تسنى الفيزا وباغي تعرف شحال ديال الوقت باش يصدروا الفيزا ديالك وطلع لنا لإيطاليا. بالنسبة للأوفياء، المهم راه كنشوف هنا في الخبر، غادي نشاركوا معكم ونخلي لكم الإخوان على هنايا غادي تشوفوا. بالنسبة خويا الإخوان في الديكريتو فلوسي قالوا لينا نولا وسطا غادي تصدر في 30 يوم، وداكشي اللي كان قلت لكم راه 27 شهر 4 إن شاء الله غادي يبداو يصدروا نولا وسطات، وبداو كيتصدروا نولا وسطات في 30 يوم الإخوان. وأشنو قالوا لينا ثاني وغادي تشوف هنا، غادي نخلي لك دابا خذ الموعد ديالك وكلشي فاش غادي توصل بنولا وسطا ديالك، فاش غادي تمشي تدفع 20 يوم غادي يطبعوا لك الفيزا ديالك، 20 يوم غادي يطبعوا لك الفيزا ديالك كيف ما كاتبينها هما. قال لك هنا اصدار نور الوسطى، يعني القانون ديال التسهيل والتعجيل والتبسيط في اصدار نور الوسطى. اصدار نور الوسطى 30 يوم، خديناها في 30 يوم، وكنتاسف الناس اللي مازال كيتسناو، غادي ياخذوها ان شاء الله. فاش كتمشي دير جميع الاجراءات وتدفع الباسبور ديالك، اسمعني هنا اشنو كاتبين: الفيستو دينغريسو perché ha ottenuto il nulla osta va rilasciato entro 20 giorni dalla domanda. اللي خدا النولا وسطا ديالو فاش غادي يمشي يدير الاجراءات باش انه ياخذ الفيزا، 20 يوم يطبعوا لك الفيزا ديالك، ماشي باش يعطيوك الموعد. خذ الموعد وفاش تمشي ان شاء الله تدفع الباسبور ديالك، 20 يوم خاصهم يطبعوا لك الفيزا باش تطلع لايطاليا، لانهم محتاجين يد عامله هنا خاصها تطلع بسرعه. هادشي علاش بسطوا وسرعوا في اصدار نولا وسطا، وكذلك في اصدار التاشيره باش تجي لهنا لايطاليا باش ما تضيعش الوقت. 20 يوم نهار تدفع ان شاء الله. نتمنى انهم يحترموا التاريخ ويحترموا التوقيت هذا، وراه ديجا كنت قلتها لكم الاخوان، ومن جديد كيعاود يطلع الخبر ديال 20 يوم القنصليه خاصه تصدر التاشيره باش تجي تديرك الخدمه ديالك باش ما تضيعش الوقت. الله يسهل عليكم كاملين الاخوان، اي خبر طلع جديد ان شاء الله غادي نشاركوا معكم. ما تنساش جيم وتبارطاجي هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالك والحباب والعائله وكاع الناس اللي عندها نور الوسطى ولا كتسنى نور الوسطى ولا شاده الموعد، وان شاء الله غادي تمشي تدفع باش تاخذ الفيزا ديالها. الله يسهل عليكم كاملين الاخوان.